يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض كلاسيكو الهلال والأهلي في إطار مباراة ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وتخطى الهلال دور ربع النهائي في البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندري المصري بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون رد، بينما كان نادي الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على الوصل الإماراتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لثلاثة. يدخل الفريقان المباراة بعدة إصابات ضربت كلا الفريقين، ففي البيت الهلالي تشير الأخبار إلى غياب عدة لاعبين، الأمر الذي أدخل مدرب الكرواتي زوران ماميتش في مأزق كبير، حيث باتت مشاركتهم مع الفريق محل شك. وأول المصابين هو البرازيلي كارلوس إدواردو الذي غادر إلى صربيا للخضوع للعلاج من إصابته في العضلة الخلفية، بينما غادر المهاجم الفرنسي غوميز أيضا إلى بلاده لإجراء فحوصات طبية دورية ولم تتأكد مشاركته من عدمها، كما أن اللاعب نواف العابد لا يزال يعاني من آلام في أسفل البطن. من جانبه يدخل الأهلي اللقاء وهو يعاني من إصابة اثنين من أهم لاعبي الفريق، حيث عاني الفريق من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تفاريس واللاعب عبد الفتاح عسيري. يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستكون على ملعب الملك عبد الله الدولي بجدة، وذلك في 15 من أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الفريقين، والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني في النهائي المنتظر.